يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة هذا الأسبوع، واللي راح تكون حلقة قصيرة نوعا ما ولكنها كالعادة غنية بالمعلومات. اليوم راح نتعرف على موقع جديد شغلته أنه يخلينا نجرب أكثر من 300 ميكروفون في نفس الوقت، وين الحين طبعا واحد يقدر يروح يشيك 300 ميكروفون في مكان واحد. فهاي الموقع يقدم خدمة جدا مميزة وخلونا نتعرف عليها الحين. الموقع اسمه audiotestkitchen.com وراح اخلي الرابط تحت في تفاصيل الفيديو. شغلة الموقع انه هو يعطينا مجموعة من الاغاني اللي مسجلة من قبل، ونقدر نحن نجرب الميكروفونات المختلفة كلها على الاغنية بشكل عام او على الاجزاء او الستمز اللي موجودة في الاغنية بشكل منفصل. فلو تشوفون معايا الحين في هاي الجزئية راح نشوف ان عندنا 5 اغاني اوريدي موجودة ومسجلة مسبقا. لحين الامانة ما شفت في طريقة نقدر نرفع من خلالها ملف اوديو والبرنامج يقدر انه هو يجرب كل هالميكروفونات عليه، بس يمكن يكون يعني شيء راح تسوي الشركة في المستقبل. اخترت انا اغنية هني اسمها The Weeknd، اوكي، ففتح لي التراك كامل. انا اقدر اختار يا التراك كامل بكل الالات او سولو الالات المنفصله بروحها. خلوني اول شيء نبتدي بالتراك كامل نسمعه بس بروحه. Break two hearts, three days forever you'll be gone. اوكي، الحين شنو يصير؟ طبعا لو تشوفون هنا ما في ولا شيء عندنا اوريدي سيلكتد، فلو ني على العدسه هنا نضغط عليها بنشوف انها عندنا واو كل هالميكروفونات قدامنا. طب وتخير، يلا اختار الميكروفون اللي تبي تجربه وعيش حياتك على قولتهم. الحلو مثل ما قلت ان احنا نقدر نختار كل انواع الميكروفونات اللي موجوده هنا، تقريبا في حدود 300 ميكروفون حاليا. خلونا مثلا ناخذ ميكروفون من شركه لاتن. لاتن اوديو از ا جريت كومباني صراحه، تسوي ميكروفونات جدا محترمه. وناخذ بعد لاتن اوديو هاي بعد ميكروفون ثاني حلو، ونشوف لنا مثلا نويمن. ما حد طبعا ما يعرف النويمن، قصدي سوري نويمن ولا نويمن يا جماعه، ها الصراع العالمي على الاسم الصحيح. اوكي نختاره، اوكي نويمن U87. ونشوف لنا بعد ميكروفون ثاني، خلنا نختار لنا الرود المسكين هاي الحلو بعد. That's a great ميكروفون صراحه، بعد له الانتي 1 رائع جدا الميكروفون. وخلونا نشوف لنا بعد مايك خامس نقدر نحن نقارن في الصوت. في عندنا بعد في وارم اوديو بعد يسوي مايكات حلوه، وارم اوديو. خلونا ناخذ الوارم اوديو اللي هو لو احنا عندنا ال 87 هني، خلينا نجرب ناخذ الوارم اوديو ال WA87. اوكي خلينا نجيبها هي مكان هاي عشان الحين نقدر. طبعا هاي اللي هو شركة وارم اوديو بعد تسوي ميكروفونات مشابهة حق الميكروفونات المشهورة، ولكن مثل ما انتم شايفين مع فرق السعر. فخلونا نسمع الحين، ناخذ لنا سولو نشوف مثلا الفوكلز. الفوكلز نسمع الفوكلز بميكروفون اللي هو اللاتن اوديو FC357. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you would always be mine. Okay, عدنا حين لهو اللاتن FC387. For you, 5 chords, 6 ways to tell you I was wrong. Okay, نجرب الأصلي أول لهو النيومن U87. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you would always be mine. حلو حلو نسمع الوارم اوديو اللي هو الكلون ماله. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that. مو كلش بعيد عن اللي هو الـ U87. نسمع الرود الـ NT1 على نفس الفوكال تراك. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believe that you would always be mine. فتشوفون الحين يعني احنا اخترنا 5 ميكروفونات وسمعنا التراك على
كل واحد من هاي الميكروفونات بروحه. فش رايكم انتو؟ شنو يعني هل معقول ان مثلا بس لان النويمان سعره 3600 دولار هو راح يكون احسن مثلا من الرود الانتي 1؟ خبروني تحت في التعليقات على اساس ان احنا نقدر نناقش هاي الموضوع. هل بس لان الميكروفون سعره اغلى اوتوماتيكلي يكون جودته احسن؟ نقدر شنو بعد؟ نقدر نحن نسمع الفرق على التراك كامل بكل الآلات، مو بس يعني الأجزاء الفردية من الأغنية، نقدر نسمع على التراك كامل. مثلا خلونا ناخذ ناخذ اللي هو 387، يعني شوفوا حتى شكل الويف تتغير. One break, two hearts, three days forever you'll be gone. For you, five chords, six ways to tell you I was wrong. Friday night started with a bottle of wine. Saturday wake up with you on my mind. And then on Sunday I believed that you would always be mine. But on the weekend, 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 we can be fine. فش رايكم يا شباب؟ يعني أنا صراحة حبيت الفكرة، بس هل تعتقدون أن طريقة العرض هذه تعطي كل ميكروفون حقه؟ أنا صراحة أحس أنه يمكن يعني كل اللي قاعد يصير هنا في البرنامج هو نوع من الإميوليشن أو اللي هو التقليد، يقلدون كل الباترنز مال كل هالميكروفونات ويخلون الصوت يمر في بطريقة معينة على أساس أنه يقدر يشبه لنا الصوت كيف راح يكون في هاي النوع من الميكروفون بالتحديد. فهل هي 100% صحيحة؟ ما أعتقد، ولكنها ممكن يكون قريبة إلى الواقع. أحب أسمع رأيكم طبعا في هالموضوع من خلال التعليقات، ولا تنسون تعطونا اللايك اللطيف عشان نقدر نواصل في تقديم هاي المحتوى الجميل إلى كل الناس اللي تحبه. أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة الأسبوع القادم. سلام.